بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في الحلقة الرابعة هنتكلم عن مستكملين موضوع السيركت دايجرام وازاي انفذ السيستم اوتوميشن سيستم. في العموم احنا هنتكلم في العموم ازاي لو انا عندي سيستم عايز انفذه، فالمفروض ان الافكار بتبقى في دماغي، الافكار ديت هنفذها ازاي. طيب لو انا عندي، وليكن مثلا هناخد حالة بسيطة اللي هي الحالة بتاعتنا دي. انا عندي سيستم، السيستم ده نظام هيدروليك سيستم. لازم طول ما في نظام هيدروليك، يعني نظام شغال بالزيت، في بعض البروتكشن لازم اعملها على السيستم بتاعي. طيب ايه هي البروتكشن اللي ممكن المفروض تبقى موجوده في السيستم؟ لان انا مش معقول ان انا عندي سيستم مكلف وليكن مثلا ملايين معملوش بروتكشن، طبعا هينهار بمجرد اي حاجه تنهار، طبعا غلط. فبرضو حاجه تانية، البروتكشن او الكنترول اللي انا هعمله على السيستم ده بيراعي ان هو يكون برضو مش مكلف. ليه؟ لان انا مش من المنطق ان انا مثلا اعمل سيستم بمليون واعمل برودكشن عليه ب 2 مليون، ما ينفعش، غير منطقي. فانا دلوقتي بشوف ان انا اعمل كنترول وبروتكشن بجودة عالية، كواليتي عالية، وفي نفس الوقت ما يكلفنيش كتير. طيب ايه لو انا مثلا عندي السيستم ده نظام هيدروليك سيستم، والهيدروليك ده يعني منظومة عن طريق الزيت. طيب هشوف بقى ايه البروتكشن اللي المفروض ان انا استخدمها عليه. طيب بالنسبه لمنظومه الزيت، اول حاجه البريشر، الضغط. البريشر ده بيبقى فيه عندنا حاجتين، ان انا هعمل له نظام اللو بريشر، يعني حمايه من اللو بريشر لو الضغط قل، او حمايه من الهاي بريشر. طيب اللو بريشر معناها ايه؟ ان معناها ان في تسريب للزيت، مسار الزيت، يعني مثلا في كسر في مواسير الزيت، في كسر في مواسير الزيت، في خرطوم الزيت مثلا، في مشكله في بلف معين. فكده لازم اعمل ايه؟ منظومه ان لو في مشكله في ان في تسريب للزيت، المفروض اوقف السيستم، اوقف الترومبه بحيث ان هي ما تشتغلش، عشان ما احضرش كميه كبيره من الزيت. تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي هو الهاي بريشر، والهاي بريشر ده ان هو في مسار الزيت، في حاجه بتعوق لمسار الزيت، وبالتالي ان الضغط بيزيد في نقطه معينه، وما ينفعش ان انا اشغل الترومب اكتر من لازم، فممكن ايه السيستم نفسه ينهار، ضغط زياده ممكن يكسر له مواسير او خطوط الزيت. طيب ولازم طبعا ايه ان انا اوقف المنظومه. طيب الحاجه الثالثه اللي هو منسوب الزيت في التانك، يعني لازم اعمل لو الزيت قل، تمام، يدي الارم. لو الزيت قل لو مثلا، خلي بالك ان في ورننج لازم تزود زيت. طب لو الزيت قل خلاص طوله، لا، يبقى لازم بس اوقف، لان عشان الترومبه ما تاخدش هواء. طيب في حاجه تاني، ايوه في حاجه تاني اللي هو درجه الحراره، مهمه جدا، انديكيشن درجه الحراره. لو درجه الحراره هاي، تمام، ممكن على حسب بقى منظومه نفسها، هل هوقف لما تبقى هاي، ولا استنى اعمل وورنينج ولما توصل لليفل معين تاني اوقف خلاص. ده اللي احنا هنشوفه. الحاجه الثالثه اللي لو في منظومه الزيت ده بتطلع من التانك عن طريق الترومبة، تمام، بتوصل للخطوط، ومن الخطوط على السلندر، ومن السلندر يبدأ ايه يرفع المنظومة بتاعتي. طيب وفي بقى خط راجع الزيت، خط راجع الزيت ده بنحط عليه فلتر. ليه؟ علشان اضمن ان الزيت اللي هيرجع للتانك ما فيهوش اي شوائب، وبالتالي لو اتسد الفلتر ده برضه بدي انديكيشن ان في مشكلة. طب دي الحمايات اللي على منظومة الهيدروليك، وهنشوفها دلوقتي. يعني مثلا هنا زي ما اتكلمنا ان ده البريشر بتاع اللو، لو في مشكله في السيستم لو، او الفلتر، فلتر كلوك ده اللي هو لو الفلتر اتسد، لو الاويل ليفل منسوب الزيت قليل او تو لو، او درجه الحراره. وده بيبعت طبعا في اي حاجه، بيبعت سيجنال بي ال سي. يعني مثلا هنشوف كي 41، ده الريلي خاص بكي 41، كي 14. طيب كي 14، كي 41 ده اللي هو صفحه 14 2، اللي هو ده نكبر شوية، ده ريلي. الريلي ده فايدته ايه، او بياخد السيجنال ازاي؟ نشوف الدايرة هنا، ده بريشر سويتش. بريشر سويتش انا طبعا زي ما قلت ان انا عايز اعمل احس بمنسوب الزيت، بضغط الزيت لو قل يبعت سيجنال، وبالتالي هنا ان الضغط الزيت لو قل، تمام، الطبيعي ان البي ده السوستة ده الزيت طول ما في ضغط ضاغط في الاتجاه ده، وبالتالي الخط واحد ده متوصل بالاتجاه ده، متوصل كده متوصل،
ايه نازل ايه موصل على الريلي، فبالتالي ان طول ما الزيت تمام ضغط الزيت تمام كي 41 اون، وما ديمت اون اون الريلي ده فائدته ايه؟ ان طبعا كل ما انا اعمل انرجايز للريلي للكويل نفسه بغير الريش، يعني لو هي دي نورمال مثلا 11 كبر شويه عشان الناس تشوف، كبر تاني يعني مثلا 11 مع 12 ده نورمال كلوز، و11 مع 14 نورمال اوبن، لان هي 11 متوصله ب 12 يبقى ده كلوز، و11 متوصله ب 14 اوبن. الريلي ده اول ما اعمل انرجايز للكويل، يعني اول ما يجي جهد هنا 24 على الكويل ده، الريشه دي تغير وضعها، يعني 11 تروح ل 14 تمام، و21 تروح ل 24، و31 تروح ل 34، و41 تروح ل 44 تمام. يعني بنغير ايه وضع الكونتاكت، وبالتالي ان الطبيعي ان طول ما في ضغط فالبي ده اللي هو البريشر ده ضاغط على السيست هنا فقافل الخط ده، وما دي متقافل الخط ده يبقى كده ال 24 جايه من المصدر هنا تمام، ماشيه في الاتجاه ده، التيار ماشي كده 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 كده، موصل هنا ليد يولو على البريشر سويتش نفسه انديكيشن، يبقى كده مغذي كي 41 تمام، وبالتالي كي 41 اشتغل، وما دي كي 41 اشتغل يبقى 11 ايه وصلت مع 14. طيب نشوف ايه هي 23 3 ده. 23 3 بيقول لك ان عايزين نرجع تاني ل 14 3 يبقى هو ده كده نورمال، ايه طول ما هو ده شغال خلاص ده ايه قفل 11 مع 14. طيب عايز اكمل حاجه تانيه، طب لو الضغط قل بقى بريشر لو يبقى خلاص دي هترجع في الاتجاه ده، وبالتالي الجهد ماشي في الاتجاه ده ماشي كده ماشي كده راجع تاني كده، يعني ايه؟ يعني هو معناها ان انا مش موصل ايه مفيش انرجايز، يعني الخط ده زيرو على الريلي، وبالتالي الريشه دي رجعت لوضعها 11 12. طب هروح بقى ل 23 3 اللي احنا اتكلمنا عنها، معلش يعني 23 3 23 صفحه 23 عمود 3 كي 41 ده احنا شايفينه نورمال كلوز صح 11 مع 12، احنا قلنا اول ما البريشر تمام خلاص 11 مع 14 يعني دي ايه فاتحه خط الزيت ده فاتح. طيب لو الضغط قل يبقى دي هتبقى نورمال كلوز، الضغط قل معناها ان البريشر لو، هيبعت بقى سيجنال ايه لتايمر، وهنا برضو احنا ليه برضو حطينا تايمر؟ ليه انا مثلا من اشاره الريلي ده ما بعتهاش على طول على البي ال سي؟ قال لا ممكن يبقى ان البي ال سي ده في ان اشاره الزيت ده اللي هو بريشر لو تبقى لحظيه، وبالتالي انا مش عايز السيستم يستجيب على طول، لا اعمل له ديلي. فالديلي هنا ايه؟ الديلي كي 39 كي 39 وكي 39 ده اون اوف. يعني ايه اون اوف؟ كده 39 ده اون اوف، يعني ايه اون اوف؟ يعني لو التايمر هنشرح طبعا، انا شرح في فيديو للتايمرز والاون الاون ديلي والاوف ديلي والاون اوف ديلي تايمرز، معناها ان هو لو اول ما توصل الاشاره، اول ما هنا مثلا بريشر لو خلاص قفل الخط ده قفل الخط ده، وده طبعا الريلي الخاص بفتح البوابه، خلاص السيستم كده كله قافل، جت اشاره هنا، اول ما تيجي اشاره هنا يستنى 5 ثواني تمام، فترة الخمس ثواني ديت معناها ان انا 5 ثواني خلاص ان انا اتاكد ان الخمس ثواني دول ايه فصلت السيستم، يعني اعد واحد من واحد لخمسة تمام، وابدا اعمل اكشن. طيب الاكشن ده هنشوفه في صفحة كام؟ كي 39 هنا اهو، واحد مع اربعة وواحد مع ثلاثة، خلي برضو هيغير الريش اللي هو انتو بقى.